الخطة الثانية والأربعون تأسست عام 1401 وتقع في مدينة الرياض في حي العليا. لنأخذكم في جولة في هذه المدرسة. قام الطالبات الثانية والأربعون بعمل أنشطة لمادة العلوم. صنعت أنشطة من قبل الطالبات عن إعادة تدوير النفايات الإلكترونية. لنرى بعض هذه الأنشطة. كما تم تفعيل أسبوع البيئة في مادة العلوم. وقد حرصت الأستاذة أمل المشعل معلمة مادة العلوم أن تسرد للطالبات قصص عن المخترعين من العلماء والعالمات للسير على نهجهم في مجال العلم وخدمة الوطن. وترجم لتشجيعها فإن العالمة الدكتورة حياة سندي قامت بتوجيه نصيحة لطالبات المتوسطة الثانية والأربعون. طبعا تعالي افنان، يعني زي انتم كلكم زي افنان، معناتها انتم من خير البنات صراحه، وباكم تكون مثلا عندكم هدف في الحياه، عندكم اصرار على الهدف، وتكونوا متقنين وتدرسوا يعني موادكم بشوق وبجد. دائما دائما تفكروا في الاخر وتسخروا اللي تعلمتوه لخدمه الناس. خيركم من تعلم علم ونفع به، وإن شاء الله يعني أوعد إذا أنا جيت الرياض أجي أزوركم كلكم. سلام عليكم.